القاعدة الأولى أو الأصل الأول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه القاعدة من أعظم القواعد الدينية الشرعية التي يرد لها الدين كله. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يدخل في دين الله عز وجل شيئا إلا والله عز وجل قد أذن له في إدخاله. فدين الله عز وجل ليس مرده إلى العقول وإلى الشهوات وإلى الأمزجة والاستحسانات الباردة السامجة، وإنما مرده إلى الله. فمتى ما أذن الله عز وجل لك أن تدخل هذا الفرع في كتب الهداية وفي شريعته وملته فأدخله، وإلا فالأصل أنه ليس من الدين. وقد حذرنا الله عز وجل من إدخال شيء في دينه لم يأذن به. والمقصود بإذن الله هنا إنما هو الإذن الشرعي للكون، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يأذن به الله عز وجل في دينه إذنا شرعيا فلا حق لك أيها الفقيه أن تدخله في كتب الهداية. وبناء على ذلك قرر العلماء أن الأصل براءة الذمة من التعبدات إلا ما ورد به النص، وقرر العلماء أن الأصل عدم الوجوب، فمن أوجب شيئا على الناس فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإيجاب، فلا إيجاب إلا بدليل، ولا ندب إلا بدليل، ولا تحريم إلا بدليل، ولا كراهة إلا بدليل، ولا إباحة إلا بدليل. بل قرر العلماء أن الأصل في الشروط الشرعية الملحقة بالعبادات التوقيف، الأصل فيها التوقيف. فلا حق لك أن تربط شيئا من العبادات بشروط، سواء أكانت شروط صحة أو شروط وجوب، إلا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع. فالاشتراط من الله، فالأصل عدم الاشتراط. وكذلك قرر الفقهاء أن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة، وقرر الفقهاء أن الأصل في الموانع الشرعية التوقيف على الأدلة، بل وقرر الفقهاء بناء على هذا الأصل العظيم أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل الشرعي. فمبطلات الوضوء توقيفية على النص، وموجبات الغسل توقيفية على النص، ومبطلات الصلاة توقيفية على النص، ومبطلات الصوم توقيفية على النص، ومفسدات الحج توقيفية على النص، ومفسدات المعاملات توقيفية على النص، ومبطلات النكاح توقيفية على النص. فكل الفقه يرجع إلى هذه القاعدة، وهي أن جميع أحكامه لا يجوز إثباتها ولا اعتمادها ولا الإقرار بسلامتها إلا بعد ثبوتها بالدليل الصحيح الصريح. فإذا جئت تدرس الفقه فادرسه بناء على هذه القاعدة. فليس وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء مسوغا لك أن تتعبد أنت به أو تأمر الناس أن يتعبدوا به، لا، بل لا بد أن تنظر بعد ذلك إلى برهانه الذي بني عليه. فإن وجدته برهانا صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فحي هلا على العين والرأس، وإذا لم تجد له برهانا يدل عليه فالأصل عدم التعبد لله عز وجل به، إذ الفقه مشروط بالإذن الشرعي من الله عز وجل. فلا إجابة إلا بدليل، ولا تحريم إلا بدليل. فلا حق لك أبدا أن تتعبد أنت ولا أن تأمر غيرك بأن يتعبد بشيء لا دليل عليه. هذا هو الأصل الأفخم في الشريعة الذي يرد له الفقه كله من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. ولذلك عاب الله عز وجل في كتابه على أناس يحرمون بلا دليل، وتوعدهم بالويل والعذاب الشديد. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا برهان ولا دليل عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي بلا براهين ولا أدلة، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد عاب الله عز وجل على المشركين الذين حرموا السائب والوصيلة والحام بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. تحريم بلا دليل، هذا كذب على الله، لا تحرم شيئا. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذه الخرابيط هذه على الله عز وجل، هذا كله من الكذب على الله. فإذا كل من أثبت تحريما لا دليل عليه فالواجب رد تحريمه، وكل من أوجب شيئا على عباد الله لا دليل على إيجابه فالواجب رد إيجابه، وكل من رغب العباد أو كره لهم شيئا من الأقوال أو الأفعال مما لا دليل عليه فالواجب رد ذلك. هذا دين الله عز وجل، أفهمتم هذا الأصل؟ هذا من أعظم الأصول الكبيرة التي بها الخصومة وإليها الحكم. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى إيش؟ إلى الله، يعني إلى البرهان والدليل. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه والرسول، أي إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد مماته، وذلك بإجماع العلماء كما حكاه الشافعي. هذا خير لنا وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة. فوصيتي لكم يا طلبة العلم أن تبحثوا في مسائل الفقه وفروعه مبنيا على هذه القاعدة العظيمة: لا تثبتوا شيئا في فقه الشريعة إلا وعليه دليل من الشرع.